حديث حول قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس واقعيا ولا يمكن تنفيذه حاليا. نعم قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية معناتها البنك الفيدرالي الأمريكي يقطع عن العراق الأموال التي يرسلها لها شهريا، وهذا سيصيب العراق بنكبة كبيرة اقتصادية لا يمكن أن يتحملها العراق في هذا الظرف. يعني هل قادة الإطار التنسيقي ومن يقولون بأن نحن فصائل مقاومة يستطيعون الخروج بالعراق من هذه الأزمة؟ يعني الرئيس السابق صدام في حروبه العبثية قاد العراق إلى أزمة كبيرة جدا ما دفعنا ثمنها سنوات طويلة، ولا زلنا لحد الآن ندفع ثمنها أموالا إلى الكويت وإلى دول أخرى، وأموالنا محجوزة في البنك الفيدرالي الأمريكي تحت باب حماية الأموال الأمريكية من طلبات الدول التي تدعي بأنها تطالب بأموال تعويضية عن العراق. فهذا الأمر غير مقبول. عندما انتقد خاصة قادة الإطار والكل انتقد النظام السابق، فعلى الأقل يعني نأخذ درس من أخطاء السابق ونذهب إلى أن نصحح هذه الأخطاء لا أن نقع بنفس الخطأ. يعني الآن مثلا وزير الخارجية الأردني يعلم بأنه بدء الاجتياح البري إلى غزة هذه كارثة كبيرة. اليوم سيد وزير خارجية إيران يقول بأن المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس سيكون بيد إيران. هذا أمر يعني أيضا غريب، لما احنا نطالب الدول العربية بعقد مؤتمر قمة كما قال الأستاذ أو شيء، ويصبح حاليا مسألة تبادل الأسرى بيد الحكومة الإيرانية، هذا أمر مستغرب. وقبل يومين رفعت يعني الضغط على من قبل مجلس الأمن الدولي عن إيران، وبدأت تستطيع أن تستورد كثير من الأمور. طيب هذا أمر جعل إيران في موقف قوي، والعراق سيدفع الثمن، وسوريا ستدفع الثمن، ولبنان ستدفع الثمن.